من بعد ما حضرنا التقارير عن لبنان والعالم لسنة 2019 كلنا بانتظار توقعات ميشيل حايك للبنان تحديداً لسنة 2020 رح نبدأها ميشيل مع اللوحة الأولى عن لبنان. السنة بال 2020 حبيت بلش بجولة مالي ولوحة على المرحلة البعيدة وبعدين برجع على المرحلة بالبداية بعنوان توقعاتي بجملة إلى جبران خليل جبران لكم لبنانكم ولي لبناني. اخترت هالجملة لأن شايف لبنان بكرة ما راح يشبه لبنان اليوم، ما راح يشبه لبنان امبارح ولا لبنان من 100 سنة. لبنان بكرة رغم صغر مساحته ما راح يكون لبنان اللي منعرفه نحنا، راح يكون في جواته أكثر من لبنان، وكل لبنان له رمز بيدل عليه، يمكن لون يمكن حرف ويمكن رقم. مش عم بحكي عن تقسيم، عم بحكي عن شيء تاني، عن تجربة فريدة رح تخلق هاللبنانات، تجربة غريبة وغنية بتناقضاتها رح تصب بالنهاية بمصلحة لبنان وهاللبنانات. غموض وعلامات استفهام كبيرة رح تنطرح حد كلمة جمهورية لبنان ورئيس جمهورية لبنان، حد حكومة لبنان ورئيس حكومة لبنان، المجلس النيابي ورئيسه. كل لبنان من هاللبنانات رح يكون له ميزاته وبيتمتع بعدة امتيازات. بمطرح هاللبنانات رح يتعايشوا بمطرح ما رح يتعايشوا. الدساتير، القوانين وكل شيء له صلة فيها برسم التعديل والتغيير، برسم التفصيل من جديد على قياس لبنان من هاللبنانات اللي ذكرتها. مثلاً الزواج المدني رح يكون مسموح بمنطقة ممنوع بمنطقة تانية. طوايفنا 18 رح تشهد تغيرات جذرية. الأبرز إنه هالطوايف رح تحاول تشيل عنا صبغة الطائفية. العملة، العلم، النشيد الوطني رح يكونوا مواضيع جدلية، خلاف واختلاف. حتى مساحة 10452 كيلومتر رح يطرأ عليها تعديلات واضحة. البارز والفريد من نوعه أنه كل مغترب لبناني رح يشتاق للبنان هو ويتعاطف ويحن على لبنان غيره. هالتجربة اللي عم بتوقع على لبنان بكرة واللي بجهل صراحة حقيقة أنونيتها وشرعيتها رح يكون اسمها الموديل اللبناني وبمعظمه صنع في لبنان. بس صنع في لبنان وتقسيم، كيف نجمعه؟ لا أنا ما قلت تقسيم، قلت منا تقسيم، بس كذا لبنان، كذا لبنان، لبنانات، هذا الموديل الفريد ونجمعه. بتعرفي المثل اللبناني شو بيقول بلبنان؟ اللبناني بيركب الذكر على الذكر كمان، بينجمعوا ما تعتليهم. تنشوف لك هنا اللوحة الثانية عن لبنان. اللوحة الثانية عن الثورة. قبل أي كلام قالوا إنه الثورة أنثى، صح هالشي، وهالأنثى رح تحبل وتجيب ثورات فواج فواج كمان. بجولتي على الثورة بقرة وبشوف انفجارين داخل الثورة، انفجار بارود وانفجار إيادي وقرار. بجولة من الجولات بتنجح مجموعة من الثوار بوجه زعما كانوا ذات يوم ثوار وفشلوا بثوراتهم وما بعد ثوراتهم. ببادر الثوار لتبني حل لوحدة من المعضلات، هالحل مشغول خارج ساحاتهم ولكنه مفصل على قياس أهدافهم وبعض أحلامهم. عم شوف عدة مجموعات من سلطة ما قبل 17 تشرين موزعة على الصور التالية. مجموعة عم بتقول وداعا لبنان، مجموعة عم تعمل فعل ندامة، مجموعة بحالة هروب متخفية وخيفانة، مجموعة متسارعة على المحكمة، من ساقة على المحكمة محليا وخارجيا، مجموعة عم تلعب وتلاعب، مجموعة عم بتفاوض وتساوم وتحبو كسويات، مجموعة عم بتواجه ما يشبه الانتحار وحدى مجموعة تانية وكأنها عم تتصفى واحد ورا التاني. مجموعة عم تواجه أزمات نفسية وصحية، بعضها مفتعل وبعضها حقيقي. مجموعة
عم بترد قسم من اللي انأخذ من الثابت والمنقول. مجموعة عم بتغير وجوهها وتنقل البرودة وتغير لهجتها وسلوكها، ومجموعة عم بتفجر الفضايح وتكشف الصفقات، ومجموعة محجوزة الحرية وكأنها بالإقامة الجبرية. التهديدات اللي توجهت لعدد من المراسلين والمراسلات بساحات الثورة رح تتحقق. قسم يمين جديد بساحات الثورة، محاولة تشويه هيبة الفنان عبدو شاهين. الهيلا هيلا هو شعار بيتخطى حدود الثورة ليفوت على تفاصيل حياتنا اليومية. الهيلا هيلا هو رح يكون سبب لردات فعل انتقامية. شعار كلن يعني كلن رح يتطبق على كثير من لصوص الدولة والفاسدين بالوطن والمهجر ومن ينتسب إليهم من الطيبين والميتين. ساحات الثورة حزينة على أحد أهل الفن. الثورة اللبنانية رح تصدر صور بشراسة بتكفي المرأة اللبنانية مشوارها بالثورة، ومن دون تردد بتفوت على قلب النار. ومين قال إنه الخطر والدم رح يبقوا حكر على الرجال بس؟ شخصية استثنائية من الثوار لقلب الحكم. حتى الثورة رح يكون عندها ملكة جمال. أعداء الثورة بيشوهوا وجه العروس طرابلس. الثورة بتتعمد على الساحة اللبنانية. ركن من الثلاثة اللي ظهروا ثورة، ميشيل المر، تحسين خياط، بيير الظاهر، بيصير هو الصورة على كل الشاشات. الزواج المدني أمر رح يفرض نفسه من ساحات الثورة. مرة جديدة حدث كبير بيضرب بموعد 17 الشهر. الثورة رح تكبر عمهلها وعمرها طويل. الثورة رح تحطم بعض اللي نصبوا حيلهم آلهة. الثورة ببعض المطارح والمرات بتصور عزيتها وبتطهر زيتها وبتلفظ الدخلة. رغيف الثورة رح يتقدم لكل لبناني جيعان وما عنده رغيف. ما رح يكون بريء الخبر اللي رح يتسرب عن وجود رؤوس وأسماء مخططة للثورة. استغراب أهل الثورة من مجيء هدف حرزين لعندهم بطواعية بدون ضغط الشارع. بعد كل اللي رح تشهده الثورة من مد وجزر وفترات انتظار ومراحل انتقالية ووقف تنفيذ، رغم بعض الانشقاقات وبقع الدم، رح تبقى أكترية رافعة علم الثورة وقبضة الثورة وعم تهتف ثوار أحرار من كف المشوار. هاي الثورة كانت لوحة الثورة. بعد في البارت بعد عندي لا عندي ثورة يتبع، بس كأنه ميني ثورة. استثمار كبير من الممتلكات، من ممتلكات الطوائف وتحويلها لبرامج صحية وتعليمية وضمان شيخوخة وغيرها. مبادرة بعض رجال الدين بإعلان استعدادهم للوقوف أمام المحاكم. مظاهرات ضد رجال الدين وبين المتظاهرين رجال دين. حجز حريات واعتداءات على رجال الدين من أكثر من طائفة. وحتى بعد الرهط رح ينطالوا، وما بتسلم دور العبادة من كنائس ومساجد. اقتحام مدارس وجامعات ومراكز مختلفة بتعود ملكيتها لجمعيات دينية. مصادرة أوقاف ووضع يد على بعض الأملاك وفتح بوابها أمام الناس. فتح ملفات خطرة جدا ذات صلة برجال دين من فئة الرؤوس الكبيرة. محاولات هروب مسؤوليين روحيين من درجات مختلفة بأكثر من أسلوب وطريقة. انقلابات داخلية بين رجال دين. نشوء جبهة إصلاحية تصحيحية دينية أركان لبنانيين مقيمين ولبنانيين مغتربين. هودي كانوا الصور أو اللوحات إذا بدنا نسميهم. لكن هول هن كل توقعات لبنان للسنة، أو هلأ رح نبلش بالتوقعات المفصلة؟ نعم، هلأ قبل ما بلش بالتوقعات المفصلة بحب أقول وذكر أنه التوقعات لأكثر من سنة، وبعتذر أنا ماني أخذ إذن الناس اللي مسميهم ولا محافظ الألقاب كمان ما بدون ألقابهم. نعم.
عندي أول شيء لوحة سميتها على السريع لوحة الأمور المستعجلة. نعم في إفلاس، ولكن نصه وهمي ونصه حقيقي، ومع الوقت بيتحول الحقيقي وهمي، كيف؟ ما بعرف. نعم وديعكم موجودة ومش موجودة، بس رح ترجع لكم، كيف؟ ما بعرف. نعم اقتصادنا رح يتحرك ولو رح يقلع بعجلة وحدة وبيكرج من بعدها ده. نعم في ملف ما رح يبقى ملف، وأموالنا المهربة والمنقولة رح تتحرك. نعم ليرتنا اليوم مظلومة، بكرة مظلومة أكثر، بعد بكرة هي العملة الصعبة رح تكون. أما بالنسبة للبنوك فما رح أتوقع شيء، لأنه البنوك مفتوحة على كل التوقعات والاحتمالات. دمج إفلاس بيفتحوا يومين بيسكروا ثلاثة أيام، كلها وموجودين. بس المهم اللي بدي أقوله أنه البنوك ما رح تبقى حفلة شحادة بشحادة. مصرف لبنان رح يتحول لمحكمة المحاكم، رح يتحاسب ويحاسب ويودي على السجون. العقار بيدخل بورصة المناطق، بمطرح بيعلى نقطتين وثلاثة وبمطرح بيوطى نقطة. نعم في حكومة ولادتها قيصرية ورح تحتاج لعناية فايقة لنيل الثقة، ومسار الحكومة رح يكون فريد من نوعه. نعم في بترول، ونعم في صدمات ببعض البلوكات، ونعم رح يكون القسم الأكبر من عائدات لولا الخزينة اللبنانية منه برسم السرقة والنهب. نعم في هجرة، بس الهجرة مؤقتة، لأنه بعض البلدان اللي عم يقصدوها شبابنا، شباب هالبلدان هي عم بتهاجر. والنعم النعم أنه رح نوعى بعد فترة على خبر مفاده تسابق الدول وجهات لضخ المال بلبنان. وبختم بلا لا للمجاعة، اللبناني ما رح يجوع إن شاء الله. وهلأ ببلش بالأمور اليومية. بين سفير وسفارة بتحل مصيبة، إحدى ذات البطريرك الراعي بتفجر الأرض. استهداف وجوه مالونية بارزة ووجوه معروفة بقلب الجبل. هبة طوجي بتعبر بين التوقعات والشائعات. المحافظ زياد شبيب بمحطتين، وحدة تكريمية وحدة فيها ظلم وتجريح. هدف حرزان بأفق العونيين المنشقين. كمان مرة مزارع شبعة هي الشرارة. منير المقدح اسم بيشغل داخل المخيمات وخارجها. اعتداء على سيارات خاصة بالسلك الدبلوماسي. جديد ومثير بملف هني بعل القذافي. بظرف معين سليم عون بيطلب العون لغيره ولنفسه. مظاهرة اطمئنان بحرم مستشفى لبناني. إبراهيم كنعان بصلب معادلة جديدة. نضال بول أبي راشد برسم محطات كتيرة. نيران ونار بالإيدن باي. مشهد التفاف ووفا حول ليلى الصلح. ما يحوم حول المباني الأمريكية بعوكر والسفارة ينبئ بخضة كبيرة وقوية. النائب بلال عبد الله رح يقول كلمته مهما كلفت. عناصر حماية أمن الرئيس بري بيكونوا بمحطة هني بحاجة لحماية. الزيارة ذات صلة بشامل روكوز ما رح تمر مرور الكرام. بتتوالى فصول معارك النائب ملحم خلف من محطة لمحطة أعلى، وكل خطوة بالمرصاد. موجة خوف على المير طلال إرسلان. أمل جديد بشروط بين أمل والتيار الوطني الحر. أسهم بيروت مدينة ببورصة التداول. ندى بستاني عين بترصدها تصيبها وعين بترصدها لترفعها. عجقة قوة أمنية لعجقة أحداث ببرج حمود. رسائل من وإلى نازك الحريري. يقفل جسر نهر الموت السيتي مول بصورة مفاجئة.
بيعلى الموج بأفق استريدا جعجع وبيحمل معه الكتير. نادر صعب بفلك التحديات. زمن المدراء العامين جاي. بعضهم بيوصل لمراكز عالية والبعض بيوصل على المحاكمة والقصاص والحبس. نواف سلام ما رح يبقى سفير متقاعد. أكثر من عاصفة بتهب بقلب المحكمة العسكرية ومحيطة. بينرسم للقاضي بيتر جيرمانوس أفق جديد. الطايفة العلوية إلى الواجهة. بخطر وبعكس السير بطارد سالم زهران أحد الملفات. فرحة غير مكتملة على متن أحد اليخوت. ظهور غير عادي لاسم حبيب الشرطونة. منشأة حيوية رح تكون هدف للعدو الإسرائيلي. طريق الشيخ علي الأمين غير نافذ. مطران بيروت عبد الساتر بيسجل بشجاعة وبلا حسابات عدة أهداف. سجن لبناني بيفتح أبوابه لغاية استغلالية. مغامرة بملف وسجن وقضية عامر فخوري. طرابلس رح تكون مصدر للطاقة البديلة للثورة وللنهضة. بيضطر حزب التشناك على تغيير خارطة طريقه. عين أجنبية أمريكية، عين أجنبية وأمريكية على بيت الجميل والرهان مربوط بتحديات كتيرة. زمن الجرافاتات مولى، زمن العسكر جاي. بيخرج نجم عباس إبراهيم من الفلك المحلي لمداره الأوسع. أزمة المرحلة المقبلة عنوانها الوراثة السياسية. بصورة مفاجئة ولفترة من الزمن بينقطع البث والإرسال بين الضاحية وبعبدها. مسؤولية قيادية تسند إلى سيدة من بيت عون. خبر مأساوي مرتبط بمحكمة روحية. شيء كبير رح يصير وإشياء رح تتغير كتيرة بين وليد وتيمور رمبلاط. دخان أسود من داخل مجلس بضم رجال دين من أعلى الدرجات. دار الهندسة بحقق إنجاز من المستوى العالي. قراءة الفاتحة برفقة بهالمرة ذهول. العميد جورج نادر بيحصد اللي زرعه. سحر أرمينيا بيعمل عجقة على خط بيروت ياريفان. والشبه كبير بين أحداث البلدين رح يكون. الخلل اللي رح يمشي بالأمن الشخصي لفرنجية وجنبلاط بيعكس مدى استهتارهم. بيحمل جميل السيد الخطر بواحد من ملفاته. يتم وقام وهاب زورا. قنبلت الموسم بالمجلس النيابي والشظايا بتطير وبتطير قيمات وأسماء. أشير الجميل يتقمص. وجه بيحاول الانتحار بأسلوب غازي كنعان. توعى خلية إرهابية لتهز الأمن بلبنان. غزو واسع للغة اللبنانية الدارجة. قضيتين مسرحيتين أبطالهم آل الرحباني. ضجة غير فنية حول اسم زياد الرحباني. بيوصل اللبنانيين ليل بنهارهم أسر نبأ من الأرصاد الجوية. بعض المتعهدين بلبنان رح يترحب فيهم بالسجون. نار الفتنة بتصيب أهل البيت وطيار المستقبل. بال2020 يفتح باب النحس على بعض مصالح آل فتوش. تسكير مدخل ساحة سيسين بصورة طارئة. استدعاء سفرات لقضية طارئة بتخص الخط الأزرق. بتعيش جوليا بطرس انتفاضة. طوارئ بتوعي بذاكرة الناس ملامح من اتفاق مرم خايل واتفاق معراب. المطران الياس عودي بالجولة الثالثة والعيار أتقل من التقيل. واطمئنان واسع على المطران عودي. زياد بارود ما رح يضل عامل حاله منسي.
الأنظار بتتوجه على عكار، مطرح ما رح تتراكم الأحداث ومطرح ما رح ينخلط النور بالنار، وخزان الجيش بيغلي وبيفور. اسم الشيخ صبحي الطفيلي بيولد اهتزاز، عملية انتقامية غالية الثمن بتطال رؤوس عسكرية. ميشيل معوض اسم قابل يكون بديل، شارل أيوب بيتحدى بعض التحديات، وحده الخطر بيحرز جان باسيل. انقلاب مش انقلاب، حركة مبتي بصفوف العسكر، ضغوط قاسية بملف نيكولاس صحناوي هدفها النيل أشخاص خاص قراب منه أو اشتغلوا معه. موكب أسود رح ينقل أخبار الشؤم السوداء، وموكب أبيض باستقبال شعبي حاشد. فتيل خلافة الرئيس ميشيل عون بفجر الخلاف قبل وقته. تصنيف ري الحسن رح يكون مختلف. تدخل فاتيكاني مباشر بلبنان. التاريخ بعيد نفسه بالسرايا الحكومة وببيت الحريري. مثل مهندس جبران عملي جبران باسيل عملية التسوية الأولى، رح منشوفه عم بهندس عمليات تسوية تانية ويمكن تالتة. عاصفة بفلك أشرف ريفي. لبنان بقوة على طاولة مجلس الأمن. مريم البسام مستعدة لأكثر من استحقاق بأكثر من وسيلة. العميد توني صليبة بيهجم بشراسة لمنع المس بأمن الدولة. تتشوه إحدى إطلالات ديما جمالي. عودة إلى زمن مش طاولة حوار، طاولات الحوار. رشال كرم وبسام بوزيد بمواجهتين بيربحوا وحدة والتانية بتتأجل. السيدة اللي انشهرت بعبارة مبسوطة بتجر وبتنجر لمواجهة. مياه لبنانية بتفجر قضية، وسنة 2020 عام الماء وخطر الماء. خالد حمود بيخرج من صمته بملف كبير، عن صمته عفوا. مشهد بيشبه الدهس وبالصورة ناس ومناصرين لحزب سياسي. لعنة على قصر عبده ومحيطه. تحليلات بعض المحللين رح تحلل الاعتداء على واحد منهم. ما رح ينفع الندم مع مجلس الانماء والاعمار والحساب قاسي. صغار وكبار رح يتذكروا جزيره الارانب. تفاعل وانفعال بالمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى. سليم صفير رئيس جمعيه المصارف بيختار اهون الشرين. حدث ذو صله بعالم السيارات وتجارتها ما بيمر مرور الكرام. التيار بيقلب شعاره من تغيير وإصلاح لإصلاح وتغيير. بلحظة من اللحظات ترتج العلاقة بين الرئيس عون والوزير باسيل. تغييب عدد من الوجوه بهدف دفن أسراره معه. رح يتبين أنه رياض سلامي بريء من بعض التهم. سرايا جوني بالمرصاد. الروسي رح يكون لاعب ارتكاز على الملعب اللبناني. بيستعيد الزجل اللبناني أمجاده مستجدات بأفق شاعر من بيت بوأنطون. جان عزيز بمواجهة علنية جريئة وعاصفة. قانون الإيجارات بين مؤجر ومستأجر جريمة. غليان بحرم الجامعة الأمريكية. نتائج غير مضمونة لتحركات جواد حسن نصر الله. ما في بديل عن اثنين مهما صار عليهم وفيهم. مجلس القضاء الأعلى وقيادة الجيش والحل كل الحل بيمرق فيهم. زعزعة بشركة توتال المنقبة عن النفط. أحمال ما بتنحمل على كتاف اللواء عثمان. بالمختارة بكرة الكلمة والمهمة لسيدات المختارة. قال العون واحد رايح واحد جاي. كميل أبو سليمان تظهر من الباب بفوت من الشباك. استعادة المال المنهوب رح تكون جرصة خوفا من جرصة أكتر. فرقة الفيحاء الموسيقية بتتحدى وبتكتب اسمها بالعريض.
كريزة ذات صلة بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان بتفجر ملفات وبتحرقها. بمشهد من المشاهد رح نشوف اللبنانيين حاملين هم رئيس الجمهورية. عم شوف حدا حامل لقب دولة الرئيس منصاب أسامة سعد بقلب معادلة بلا حصانة، عاصفة تغييرية بقلب المعادلة الثلاثية شعب وجيش ومقاومة. جبران باسيل رح يكون قنبلة موقوتة متنقلة وعلي وعلى أعدائي متنقلة عفوا، تصفية حساب مع البطرك الراعي بإحدى الزيارات. أم المفاجآت رح يكون عنوانها ومصدرها الرئيس بري يلي رح يفاجئ ويتفاجأ. القضاء اللبناني الأمر لي والقرار لي، واللي بده يكون ولو إنه ثمن العدالة غالي. هيبة مفتي الجمهورية على محك ودار الإفتاء مكسر عصا. ماي نائبة الوزير باسيل على موقفها وأصلب وأعلى رغم التهديدات والمواجهات الخطرة. العدلية قايمة قاعدة، واللي رح يخلص من علي إبراهيم رح يعلق عند غسان عويدات، وهيبة الدولة رح تركع أكبر مقامات أو قيمات. تحريك متعمد لمسلسل الانفجارات المتنقلة. اغتيال بياخد بطريقه رجال سياسي ورجال أعمال وناس من الثورة. سباق بين المناورات الاحترازية والهزات الأرضية. محاولة جريئة بتخض وزارة الدفاع. الرئيس ميشيل عون رح ينطفت بوجه الكل وحتى على حاله. رئيس نبيه بري بيستنفد كل قوته بالضربة القاضية. الرئيس سعد الحريري ما رح يبقى عشط وبيتحدى الموج. وليد بيك جنبلاط ناطر ساعة الصفر بين كليمونسو والمختارة. سليمان بيك فرنجية بقلب الواقع اللي نحن فيه والواقع اللي جاي بيتردد اسمه وبيترك بصمة شمالية وطنية. الدكتور سمير جعجع بمهمات سياسية من برا وغير سياسية من جوا، وبيرفض التقاعد لو على حساب صحته. جوزيف عون قايد وقايد، قايد جيش وقايد أوركسترا المشهد. رياض سلامي بيقدم نفسه بنفسه لمحكمة المحاكم وبجعبته أسرار وكل سر بيحمل انفجار. الرئيس حسان دياب بيقلب كل الطاولات. حزب الله علم حزب الله بيطرح إشكالية. أصبع السيد حسن وخاتمه بيتصدروا المشهد. بيغتني بالحزب فرصة الهدف بإسرائيل. فك الحظر عن محاولة استهداف السيد حسن وبعض المقربين منه. انكشاف حلقة من مسلسل الخيانات المحترفة في صفوف الحزب. بعيش حزب الله لفترة عابرة حالي بيكون هو فيها خطر على نفسه وعلى لبنان. الغموض والتساؤلات بلفوا موكب له علاقة بالحزب. رسالة إيجابية ما بتشبه غيرها من الرسائل بيتلقيها الحزب من مرجعية دولية. صواريخ حزب الله الذكية وغير الذكية على موعد مع مواجهة بتشقلب المعادلة. ما رح تقدر قيادة الحزب هالمرة تتبرأ من تحركات حزبية بالداخل اللبناني. رح منشوف منطقة من لبنان بناسة وزعيماتها عم تتصارع بين الخضوع وعدم الخضوع، بينما مناطق تانية بترفض بقوة الخضوع لإرادة حزب الله. مغامرة بين حزب الله والأمريكان بلبنان وبرات لبنان. محاولة شل بعض طرقات الحزب بلبنان. كتلة الوفاء للمقاومة بأعضاء أو رئيسة رعد وبرق وأعصار. بأسلوبه المعهود وبكل ثقة بقر السيد حسن بخطأ ارتكبه الحزب بزمن الثورة. هذه كانت أخبار لبنان لهلأ. يعني ما رح نسألك أسئلة المشاهدين ولا أسئلتي لأنه بتاخد ساعات، رح نتركك ترتاح ميشيل لأنه بعرف أنه هالتوقعات بتاخد منك تركيز كتير وجهد كبير. بناخد بريك ومنرجع.